أستاذة في رسالة الحياة، خبيرة الجمال ريتا حزوري سابا، سفيرة للجمال، تكتب أبجدية الجمال بأناقتها الراقية وبذوقها المشعل وإحساسها المرهف. كموج البحر لا تهدأ أشرعتها ولا تقف عند حدود. تحمل أداة التجميل كمن يحمل ريشة فنان لخبرة وتخصص رفيعين، وبحس إنساني بكل ما تعنيه الإنسانية من رهافة وذوق عالي وأحساس فريد بالجمال. ولأن الاعتناء بالجمال ليس سهلا كما يبدو بالنظرة السطحية، فإنه يحتاج إلى دراية وعناية أولا، وإلى قدرة على إظهار موطن السحر ومكامن الأنوثة الدافئة ثانيا، وهي أمور أكثر ما تتوافر في السيدة ريتا. هي أميرة آتية من حكاية وأسرار جمال الأغريق إلى حداثة المرأة العصرية، تحمل في أجنحتها النابضة بالحياة كل أسرار الجمال والتجدد والحيوية والطاقة الإيجابية. تحرز جمال المرأة بخبرة عالمية تتلاقى فيها أناقة أوروبا وخبرات العالم العربي وحيوية الذوق اللبناني. ريتا حزوري سابا، سفيرة للجمال، خبرتها لا تشيخ، أستاذة في رسالة الحياة تكتبها بأناقة النور وتفاصيل الورد، وتلونها بألوان الربيع وردا لا يذبل وبهاء يتوهش كما الشمس على امتداد مسيرة النهار. وبعد، أيتها المتألقة كسحر الجنون، المحلقة في مدى عيون الفرح كفراشات الربيع، دمت حارسة الجمال ورسولة الأناقة، ما أروعك تحملين إلى الحياة أسرار شبابها. فلا تشيب، دمت كالشمس في عيون عشاق النور، شمسا لا تغيب.